إلى القرم المحتل. اعتقلت أجهزة الأمن الروسية في القرم المحتل 16 شخصا من تتار القرم في إطار حملة تفتيش جماعية واسعة شنتها في شبه الجزيرة المحتلة. شنت قوات الأمن الروسية عمليات تفتيش في 22 منزلا لتتار القرم في قريتي ستروهانوفكا وكامينكا وفق ما أعلنت جمعية التضامن مع القرم. تجري عمليات التفتيش في منازل المشتبه بانتمائهم إلى حزب التحرير المحظور في روسيا. ووفقا لمعطيات النشطاء أغلقت القوات الروسية تلك البلدات ولم تسمح للسكان المحليين بالوصول إلى منازلهم. رئيس مجلس شعب تتار القرم رفعت شوبارف اعتبر أن عمليات التفتيش هذه هي الأوسع والأعنف في شبه الجزيرة منذ احتلالها في 2014. Забрали родственника Рустема Шейхалиева, который кричал, и вот еще одного человека. Очередная акция устрашения. حملة أخرى من الترهيب واستمرار للاضطهاد الجماعي وقمع تتار القرم المسلمين في شبه الجزيرة المحتلة. لا يسمحون بالمرور إلى مواقع التفتيش. أخبرني أقارب أحد المعتقلين أن أجهزة الأمن عثرت على كتب محظورة وهم متأكدون 100% أنها لم تكن موجودة.